السلام عليكم. مساك الله بالخير شيخ العزيز. السلام عليكم. اقول عندي ثلاث اسئله الله يحفظك يا شيخ. يا شيخ، بالنسبه اذا كنت مدرس وطلبت قدمت على طلب اداره المدرسه او الوكاله، هل هذا يا شيخ من تولي الاماره طلبها؟ ايش؟ هل هذا من طلب الاماره؟ وشو؟ انا مدرس وقدمت على اداره التعليم اني اصير مدير مدرسه. نرجو ان لا يكون فيها. هاي شيخ؟ نرجو ان لا يكون فيها. يعني هذا مثل اذان، ما في شيء. هذا مثل اذان ومثل اماره؟ ان شاء الله. اي. كان القاء هذه ثلاثه الاسئله في شهر عزيز باز حفظه الله مغرب يوم الجمعه 12 من شهر جماد الاخره عام 1419 هجري.